افضل كريم اساس للبشره الجافه. بشرتك جافه فيها قشور وحساسيه والميك اب بتاعك بيجير، وعايزه كريم اساس يكون من افضل الانواع وسعره على قد الايد، وكمان يبان اللوك طبيعي ما هوش مجير ولا مكتل ولا فيه قشور ولا اي حاجه مزعجه. تابعي الفيديو ده وحطي اللايك واشتركي في القناه، ويلا بينا عشان نبدا الفيديو مع بعض. قبل ما اقول لك انواع الفاونديشن المناسب ليكي كبشره جافه، هديكي شويه نصايح كده في الجون عشان يطلع الميك اب او الشكل النهائي للميك اب ناعم وطبيعي جدا. ركزي معايا. السبب الاولاني اللي بيخلي البشره الجافه الميك اب بتاعها بيغير بيطلع مش طبيعي الجفاف، ودي اكتر مشكله بتعاني منها البشره الجافه. عشان كده قبل ما تستخدمي الفاونديشن بتاعك المناسب ليكي كبشره جافه، لازم تختاري مرطب او نوع مرطب يكون قوي جدا تحطيه على بشرتك قبل ما تطبقي الفاونديشن او تحطي الميك اب بتاعك على وجه العموم يعني بشكل عام. واكتر مناطق انت هتهتمي بيها في الترطيب طبعا حوالين الشفايف والانف، لان هي دي المناطق اللي هي بتعاني منها البشره الجافه في فصل الشتاء وبتحس ان فيها جفاف. وباكد تاني، البرايمر اللي هي بتحطيه قبل الميك اب لازم يكون من النوع المناسب ليكي كبشره جافه، وهعمل لكم حلقه بيه خاصه باذن الله. معلومه تانية، وهنبدا في موضوع الفيديو، الانواع المناسبه ليكي كبشره جافه في الفاونديشن او كريمات الاساس اللي انا برشحها لك، جميله وسعرها حلو وجودتها عاليه. يلا اقول لك على التركايه النصيحه التمام، او اكتر نصيحه هتديكي اللوك الطبيعي الناعم النهائي الشكل النهائي، ان البيوتي بلندر اللي انت هتستخدميها او السفنجه الصغيره اللي انت بتدمجي بيها الفاونديشن بليها شويه، يعني بليها وعصريها خالص كده وخليها منديه بس، مرريها على وشك وانت بتدمجي الفاونديشن بتاعك، هيدي اللوك طبيعي وناعم جدا. دي التركه اللي انا حبيت اقولك عليها. يلا بينا بسرعه نبدا في افضل انواع الفاونديشن للبشره الجافه. اول واحد فاونديشن ميبلين فيت مي، ده مناسب للبشره الجافه. مميزاته ايه؟ هو واضح من الاسم ان هو ليه مميزاته، ان هو مناسب للبشرة الجافة، بيديكي لمعة كده جميلة اللي هي بتحبها صاحبات البشرة الجافة اللي هم محرومين منها مش لاقيينها. سعره يا جماعة مش غالي خالص، بيديكي اللوك الطبيعي الناعم النهائي، هو الميبلين فيت مي، والتغطية بتاعته متوسطة مش تقيلة، والأهم حاجة ان هو خفيف على البشرة مش تقيل ولا بيكتل ولا بيجير. هتلاقي منه درجات متنوعة هتناسبك، لو انت بيضة او سمراء بشرتك متوسطة يعني قمحية، هتلاقي الدرجات بتاعته كذا درجة، اختاري منها اللي يناسبك. كريم اساس بورجوا، انت لو بشرتك جافه من النوع اللي هو المجهد يعني تحسي بشرتك دايما مجهده كده، بورجوا ده هيدي اللوك بتاعك كان بشرتك فيها اشراقه كده ولمعان، والاجهاد اثار الاجهاد ده هيخبيها تماما. برضو فيها فيتامينز بيحارب اي علامات للشيخوخه المبكره والتجاعيد الصغيره دي اللي بتبان. كريم اساس ماكس فاكتور ده مناسب برضو للبشرة الجافة، وفي يعني يتضمن الكريم ده جليسرين، عشان كده هتلاقي الترطيب بتاعه عالي يعني منه فيه كأنك انت حاطة مرطب بالظبط، يعني فاونديشن ده مستو ان هو جواه مرطب. يعني شوفي تخيلي بقى لما تحطيه في فصل الشتاء لا يمكن هيغير معاكي ولا قشر ولا يأثر على بشرتك بالشكل سلبي أبدا. وكمان في ميزة اخرى احب اقول لكم، لو انت بشرتك فيها عيوب هيغطيها تماما، مش هيبان ان هو فيه عيوب، اي اثار حب الشباب ولا مش هيبان، ولا القشور ولا الكلام ده كله. طبعا صاحبات البشرة الجافة نادر ما بيعانوا من مشكلة البثور، لكن ممكن تلاقي البثور اللي هي برؤوس سودة دي هيغطيها تماما. كريم اساس نارث اور داي او ان ار اس، ده للصاحبات البشرة الجافة اللي عايزين تغطية فول كفر، معاكي مناسبة وعايزة التغطية دي اللي تستمر معاكي 16 ساعة ل 24 ساعة
ما تتهزش ابدا من اي حاجة، ما تتأثرش باي حاجة، يفضل معاكي كأنك حطاه دلوقتي. طبعا هو ده كريم الاساس، ده مفيش غيره. طبعا التغطية بتاعته جامدة جدا للمناسبات، وكمان تقدري تدمجيه بكل سهولة وسلاسة. بكده ينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون فدتكم بيه. ولو معلومة واحدة تنسينيش باللايك والشير والسبسكرايب، واي فكرة جديدة الفيديو جديد في التعليقات. حاجة وبعليكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.